أعلن وزير الأشغال ووزير شؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير وجود اجتماعات يومية مع وزارة المالية لتوفير أكبر ميزانية ممكنة لمعالجة مشكلة تطاير الحصى. الوزير العمير وخلال حفل نظمته وزارة الأشغال بمناسبة عودته من رحلة العلاج أكد وجود بعض المشاريع العالقة مع وزارة المالية والمتعلقة بصيانة الطرق بسبب سياسة تخفيض الميزانية في الدولة. أقامت وزارة الأشغال حفل استقبال للمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعودة وزير الأشغال ووزير شؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير من رحلة العلاج إثر تعرضه لحادث مروري في رومانيا قبل ما يقارب الشهر. الوزير العمير أعلن خلال اللقاء عن وجود اجتماعات يومية مع وزارة المالية لتوفير أكبر ميزانية ممكنة لمعالجة مشكلة تطاير الحصى التي تعاني منها شوارع البلاد. نتمنى أن يعني وقت دخول موسم الشتاء بأن نكون حققنا كل متطلبات الصيانة اللازمة على الأقل التي إن شاء الله تعالى تسهل سواء مصارف الأمطار أو تمنع أيضا تطاير الحصى الذي عانينا منه في السنوات الثنتين الماضية. وزير الأشغال كشف عن وجود بعض الأمور العالقة مع وزارة المالية فيما يتعلق بصيانة الطرق التي تضع الوزارة تحت الضغط نظرا للظروف الاستثنائية بسبب انخفاض أسعار النفط وتخفيض الميزانية. يبقى في أمور عالقة تحتاج إلى استكمال بعض المعلومات طلبتها منا وزارة المالية. نقدر يعني نمر أيضا بظروف استثنائية بسبب انخفاض أسعار النفط وأيضا بسبب يمكن الترشيد الذي تقوده الدولة. وحول إزالة مسجد الرومي المعروف باسم مسجد المطبة قال الأمير إن الموضوع أمام القضاء حاليا. وعن المطالبة باستقالة نواب الوزراء أشار الأمير إلى أن الدستور لا يسمح بوجود حكومة دون وجود نواب وزراء فيها، لافتا إلى أن خروج بعض الوزراء الحاليين يتطلب دخول آخرين إلى الحكومة وهو حق مطلق لسمو الأمير.